جود مورنينج. اليوم تنغير شو عن منقوشه، مع انه رح ناكل لحم عجين بعد شوي، بس انا تنغير عن المنقوشه، عن ترميه الاكس بندكت اللي اكلتها 6-7 مرات بهذه السفره. وصلنا تعرفكم على ملحمه فتحت جديد، نحن اليوم بميردف ذا ميت بوتشر، ذا ميت بوتشر، ذا ميت، ذا ميت. اوكي انا ضعت، بس خلينا نعرفكم على عبد الله يلي اللحمه بتقطع بدمه. بروفيشنال، فتح هذا المحل، بخبركم عن الملحمه شو بيعمل، حتى عم نحضر ورانا هلا لحم عجين. عبد الله خبرني عنك، انت بلشت يا هلا كل العجين، انت وين بلشت يا هلا؟ انا بنشوف عبد الله بيستحي شوي كثير على الكاميرا، فانا راح احكي عنه مثل 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 ببيب. ما تعطي الهم، كاميرا ما بتخوف. عبد الله انت من وين؟ انا بنشوف. من وين بتشوف؟ من الخريبي. من الخريبي بتشوفي؟ بتعرفوا كم مره صرت طالع عن الخريبي؟ بتعرفوا كم مره صرت مصور بشوف انا وشوف اصحابي؟ يعني الناس كلها بتخبرني، بتقلي يه انت من هونيك. عبد الله كيف بلشت الفكره؟ قديه صار لك هون؟ كيف الناس بتوصل لعندك؟ انا من 2006 بدبي، بحب اشتغل باللحمه، اشتغلت موظف اول ما جيت على البلد، وقررت افتح مشروع لحالي وبشتغل. نحن اول ناس عم نصوره، صار لك جمعه بس حبيبي، اللي جمعه بالفرع هذا، كان في عندي فرع ثاني والشغل مشي الحمد لله والامور مشت، فجينا نفتح الفرع الثاني هون بمردف وشوهد عينه عظيم. نحن كذبناها هلا على جوجل مابس، موجود على جوجل مابس بتشوفوها بالديسكربشن بعد شوي، فيكم تجوا لهون. قبل ما نبلش عم نعمل هلا لحم كرمل، لحم عجين، لحم عجين. الواحد ياخذ زيت الكواليتي تبع لبنان، في واحد ياكل لحم ني، في واحد يحس حاله 100% زيت النفس، زيت النفس، زيت اللحمه، كل شيء. لحم مشوي فيه؟ لحم مشوي موجود، لحم ني فيه؟ لحم ني موجود. حيالله شيء نحن معودين عليه بالضيعه موجود هون، شو بيخطر على بالك بتلاقيه هون. عظيم، ضيعه جبناها لهون. طيب رح نبلش نحضر الورق اللحم عجين. بهالوقت رح نعمل بارمي سريع، نفرجيكم انه هي هيدا المحل اللي مضوى كثير، ضوى كثير حلو طالع معنا، هو اكثر بكثير من لحمي في اشياء ثانيه. يلا بنحضرهم وبنبلش نعمل لحم عجين. لحم عجين من دون بصل، من دون اي شيء. لحم عجين من دون بصل، نحط على منقوشه وبنبلش. اعطوني جاد شباب. طيب لحم عجين على السريع اللي عم بيتعلم اليوم، شو مكوناته؟ هلا لحم عجين بالعاده بحط لها بندوره، بحط لها بصل، بحط لها دبس رمان والملح والسبع بهارات. اليوم هنعمل شيء جديد، اللي ما بيحب البصل هنعمل لحمه وبس، لحمه ملح وبهار دبس رمان ونحطها على المنقوش. يلي عم بيلاقينا هلا تنقول لهم يجوا يلاقونا، رجع قال لي بليز اسمك انت وين ونحن وين وشو اسم المحل وشو بدي. انا عبد الله زين الدين من لبنان، من الشوف، اهلا وسهلا. شو اسم الملحمه؟ ملحمه ذا ميت ماستر بوتشري. دميت ماستر ببيع لحمه واشياء ثانيه كمان. نعم، عندنا كل شيء. زيت زيتون حصبيه؟ عندنا زيت زيتون، عندنا مكدوس شغل بيت، عندنا معجنات، عندنا الابيتايزر، عندنا الاورما، بنعمل الاورما. حتى اورما فيه 100%. اورما لبنان معليه؟ اورما معليه، هي هلا بفرجيك عليها. وكمان عندكم معجنات بتحكي عن الفرن اللي ورا؟ عندنا معجنات، فكره الفرن اجت انه ما تاخذ لحمه كيف ما كان، حضر لك لحمتك، انت بتنقيها على ذوقك، بتحب الدهنه ما بتحب الدهنه. بحضر لك لحمتك اللي ما بدي فيها دهنه، بحضر لك لحمتك قدامك، بخلط لك اياه، بفوتها على الفرن للخبز قدامك. بنفرجيهم للناس شو الفرق بين لحم عجين وصفيحه؟ ايه نعمل اثنين؟ اوكي يلا اتفقنا. المطبخ اللبناني دبس الرمان. عبد الله عندكم انستغرام؟ ايه اكيد. شو هو تنقلهم للناس؟ مش حاضر انستغرام. ذا ميت ماستر بوتشري، فولو ميت ماستر دوت بوتشري. يلا فولو شجعوه. عبد الله كيف اكتشفت انك بتحب تشتغل باللحم؟ انا اكتشفت اني بحب اكون حكيم سنين مثلا، بس انت كيف بلشت؟ بلشت من مصحة، كنا نذبح بلبنان؟ بلبنان كنا نذبح بالضيعة. بالضيعة كنا نذبح بالضيعة.
شغلة منها هينة بس أنا حبيتها، فيها تفاصيل كتير. أوكي. فيها هي فيها تعب بس أنا بحب شغلي، بحب مصلحتي. و ما بيك خبرنا عن ضيعتك شوي؟ خلنا نرجع من خير. ركز ركز. خليني أمجد هندوقك هي هيك على المنقوشة مثل ما هي مثل ما هي ما حطيت لها بندورة. أوكي. لحمة بس. اللحمة فيك تعمل أي شيء. أوكي. فيك تفترى أي شيء، فيك تزيد، فيك تنقص، فيك تعمل أي شيء. أمجد عمول معروف. من فوق بنشوف العجينة أو نرجع نخليها حطيها من فوق عنده بعد شيء. هيك بنعمل برمي بس عم حطها على. تفضل. على يوتيوب أنا ليش بدي أقرأها. هيك. تعال معي خلينا نبلش من هون. القصة بتبلش من هون، القصة بتبلش بمحل كتير حلو، أبيض كأنكم بقلب مستشفى، وبتقطعوا وبتشوفوا خبز لبناني، ده هو اللي بنيز إكسبيرينس، اللحمة اللبنانية، اللحمة أو الفيل، النفس، نقدر نقول اللبناني، أكثر شيء مطلوب عندك شو؟ الناس مثلاً كيف شو بتحب اللحمة؟ شو هي الأشياء المشهورة فيها؟ يعني الكفتة، اللحمة المفرومة، الستيك، المشاوي هلا بالطقس الحلو وبالجو الحلو. انت بتشيك، انت بتحضر، انت بتقصص. انا بشكل لحمه، انا بحضرها، انا عندي الباربيكيو سيرفيس. عندك عزيمه ما بدك تتعب حالك، بس بدك تعمل مشاوي باخذ لك المشوى، بروح الشيف لعندك وبشوي لك ونزل لك على الطاوله. مركز على هذا الموضوع سيرفيس. فول باربيكيو سيرفيس. يس. يعني انا بس بقول لك بيتي وين، انت بتهتم بكل التفاصيل. انا بهتم بكل التفاصيل، بتقول لي بيتك وين وكم عدد الاشخاص، وانا بهتم بكل التفاصيل. فعلا. اوكي بتكفي الباربيكيو. اكسترا فيرجن اوليف اويل من حصبية، من الاهم بالبلد، بقنينه مش ترانسبيرنت، شغل مزبوط، مسكره مزبوط، هواء ما بفوت عليها. جود جوب. مكدوس، مكدوسات مين؟ مكدوس شغلك؟ ايه مزبوط، شغل هون، بنجيب الباذنجان من لبنان شحن بالطياره، وفي ست تعملنا هن بتظبطنا هن. ريت نرجع نشوف برجر فيه، كفته فيه، سجق فيه، مقانق فيه، لحمة مخصوصة خالصة كامل ستروغانوف، بيف كيوبز جاهزين. اوكي طاووق كله نصوى كله جاهز. طاووق، الطاووق جاهز، كله بيتحضر هون، كله بيتحضر. طيب تنبرن هذا الشيء، رح نفوت نشوف التحضيرات كيف بتصير بعد شوي. اوكي بعد شوي نشوف الاجواء. ميت بيرفكت. كانت القصص في قانة تحتاني وعلى بكره. طلعوا نظافة، طلعوا الترتيب. لا مش معقول حدا يكون عنده شيء هالقد مرتب ما يفرجيه يا عبد الله. اللحمة مضبوطة، الكبيرة عم تشتغل، المغسلة بالآخر، اللحمة والمنشر كيف عم ينقص، هون الشاورما كله عم ينعمل بالرادر كامل. شيلر وفريزر، وهون بصير التحضير، تتبيل الشاورما، تتبيل. ما في شيء بيجي من برا، أنت بتعملهم. كله أنا بعمله هون. الطاووق أنت. من الـ A to Z. بيوتيفل. طيب من كفي بتفرجيهم شو، أنا رح أسبقك على الفرن. اوكي ومنفوتكم الشباك. ليتس جو. انت المختص بالفرن. يا اهلا وسهلا. كم سنه صار لك تشتغل بهالمصلحه؟ انا لي 6 سنين تقريبا. 6 سنين. فرن عجينه انت قصك كلها سوا. اكيد. عم شوف النظافه هون، المكانات الجديده، العجينه اللي عم تتحضر شقفه شقفه. بدك نحكي شوي على العجينه، بتحضر قبل النهار زيت النهار، شو هو سر النجاح العجينه الحلوه؟ اكيد بنحضرها بزيت النهار وبنخليها ترتاح منيح، وطبعا بتطلع للكاستمر بتطلع بطريقه كثير طيبه. طيب الفرق بين اللحم بعجين والصفيحة، هي بتفرق الشكل بس؟ أو الصفيحة هي الصفيحة اللي بعلبكية عنه. اللحم بعجين بتجي قطعة صغيرة، أوكي رقيقة كتير، وفي عنا كذا عجينة كمان للحم بعجين، أرمني وعادي. أنا معك تنشوف شو الطلبية اللي عندك إياها. دايما بدي أتأكد إنه كلهم بيطلعوا قد بعضهم، بتزيد أو بتقلل. لازم تكون نفس الوزن. حلو. 140 جرام كل واحدة. شبع حلو. شبع بيح. هنشوف أدوارهم. بيرفكت. الفرن هون.
المشوى هون وهلا بنرجع نظهر بنكفي الملحمة وبنرجع على الفرن بعد شوي جاي لعندكم. خشبة نية. ايوه اوكي. شيف حمد بده يعمل لنا خشبة نية. خشبة نية. طيب انت عم تشتغل خبرنا شوي كيف النية اللحمة من وين بتجي من اي شقفة من البقرة او من الخروف او يلي هو. هذا الخروف بيكون محلي ذبحه مشان نعمل منه النية. وهلا عم نعمل فتيلة. النية بتستعمل خروف. خروف أكيد. احسن من البقرة. اي شقفة تقريبا يلي هي جوا يعني مش العضلات. لا هاي الفتيله بنعمل فتيله نيه وهلا بنعمل شيء ثاني للكبه وال شو الفرق بين الخروف المحلي والخروف اللبناني؟ هل هو زيت او ما فيه اللية تبعنا؟ الخروف اللبناني بيجي فيه لية والخروف المحلي بيجي فيه لية بس تجي ليته اصغر. يعني نحن اللية معروفه عنا بلبنان هي اللية الاساس هلا بنمشي وراها 100% بتعرف ليه؟ لانه هونيك المرعى كثير مليح سو مع الزمن صارت تكبر ليتو خروف والخروف يعني صارت ليتو كبيره حتى هون فيليه هون فيليه بس صغيره اذا بدك فرجيك عليها بتطلع صغير كثير اللي فينا نشوف اللحمه بالبراد كيف واحد هذا نفهم بدنا ندرس شوي هيدا هيدا الخروف المحلي هيدي ليتو يعني ما نحن بلبنان اسمه ابو ليه نحن اكيد ما اسمه هيك هون اسمه بيقولوا له نعيمه نعيمه فيه ليه بس صغيره هي الزيت اللي بتستعملها القورمه 100% ليه هاي اوكي لازم يكون فريش اللي يعني. لا الخروف بيجي كل يوم هار من هارو كل يوم فريش ارايفل بنشوف تنامين هول الزبار شو هو فخذ الخروف للبعض ما يفضل بنفصل الخروف بنفصل الخروف بنشيل الظهر بنعمله للشوي او للنية شو هن الشقف النية اللي بتاكلوا هون يعني في واحد اللي قصبة مثلا او بس فتيلة هيدي الفتيلة هيدي بتتاكل للنية يعني احنا بنعرفه بلبنان المعلق ما في معلق بس بتيجي حبة سوداء بس السوداء بس السوداء هون هلا نفرجيكم السوداء هاي لحمة بقر المفرومة نحضرها نحن و... اوكي هيدا فرجيكم القوارمة ولا مرة فكرت انا معقول يكون في قوارمة كيف تعمل قوارمة مفرومة؟ لحمة مفرومة على السكين بنقطعها شقف صغيرة كيلو لحمة لية نفرمها على النعمة نرجع نطبخها مع بعض هاي الشباب هون عم بيحضروا النية شو عم تعمل؟ هلا بعمل كفتة نية كفتة نية مفروم لبقدونس بصة صغيرة بلا بصلة بلا بصلة ماشي مع رشة بهارات بهار اسود حبيت اعرف اول مره بشوف حدا بكبها بهالطريقه حبيتها كثير شكلك تلعب طاوله يعني بكب الملح وهار مثل الزهر وهي هلا بتصير عندي كفته نيه بس بدي اجيب السكين نحن عندنا الطريقه اللي مدقه على السيخ بس السيخ مش موجود هون يعني بلبنان موجود لما تفوت على اللحام تلاقي عنده السيخ الكبير انتوا عملتوه على طريقتكم نحن على طريقتنا بس نحن بنعملها بالسكينه كبيره يعني اسم جودة عم بتغنجها تكنيك ونحن اللحمه بتغنجها بشكل مش معقول لانه اللحمه اذا ما غنجناها ما راح تغنجنا الله يقويك عن جد وبرافو وهي النية واضح فهمان شغلتك على الاخر هي مصلحتنا ونحن بنعرف كيف انه لازم نداريها وهي تدارينا كم سنه صار تشتغل باللحمه؟ يعني تقريبا 15 سنه يعني بتعرف مصلحة بياخذوها على الصغر في 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 نفس واضح ما بيكون في فن واضح الا اللي يكون فيه انتبهت عم بغنجها يعني نيالها صاحبتك ايه وهي النية تكون خالصة بس احطها على الخشبة يلا ما جعل عندك بدنا نشوف هون تنظيف كيف بنظفوا السودا السودا بعرف انه اذا ما تنظفت مزبوط بتعلو مزبوط فبدأ فن بدأ دقة شو بتشيل منها؟
شيل العروق هاي بنقشرها من برا. كل العروق لازم تشيلها؟ كل العروق اكيد. يعني العروق البيضاء ما في قطعه تشاور تحطها على الطاوله بدي فرد يصيرها شيلها شقفه شقفه شقفه. اي بدك تنظفها منيح. يعني هاي تعلق معك هاي القشره. يعني في القشره من برا وفي العروق من جوا. اكيد. شغله بدها وقت صعبه. وينك؟ طبعا ما بتعرف انستغرام خسر من تليفون كل دبي خسر من تليفون صفر اربعة عم يطلع هونيك بعدنا فاتحين جديد طيب صار الجمعة معكم عليه 0-4-5-4-8-7-7-7-7 دليفري بكل دبي على كل دبي بتوصل مسقعة مثل ما لازم ان كانت نية ان كانت لحمة ان كانت فروزن كل العدد بتوصل بالبرات عم شوف تقريبا عندكم كل مكونات تكون مطعم بس ما عندك مطعم يعني عندك المشوى فيك تودي عندك هلا نشوف الحمص والغراض كلهم سوا هنيك كل شيء بس ما عندنا قاعده مش مطعم نحن بنعتبر مطعم اذا بدنا طيب يلا بنروح سوا شو على البراد بتخبرني شو في بالبراد جو نحن مين وال رجعين على الفرن بنشوف شو القصه جوا عندنا الكبة كبة القلي أو كبة اللبنية عندنا تشيز رول شيش برك عندنا الفلافل سمبوسة لحمة سمبوسة جبنة تشيكن رول طهات جبنة ورق العنب بالزيت او باللحمه ورق عنب بالزيت هون بارزين تاخذهم زيت بالبيت كبه صاجيه وكبه الشحمه هون كلهم انتم بتعملوهم كلهم بتعملوهم في كبه شحمه سكرتويه هي هيك كبه صينيه بس بتحط بتسخن بالفرن زيت زيتون 20 دقيقه بالفرن رائع يلا اللي بعده نايس كل شيء معجنات حتى شفت عندك كرواسون كرواسون ميني كرواسون للمدارس وحك البيت روح طيب يلعب يلاقونا هلا صاروا اكثر من 30 شخص بليز ارجع خبرنا نحن وين مبروك على محل جديد فتح نحن شو اسمه وشو الناس بتلاقيها بدبي داميت ماستر بوتشري ملحمة جديدة فتحناها بمردف عندنا كل شيء لحمة معجنات مشاوي أي شيء بيخطر على بالكم شاورما لحمة شاورما دجاج أي شيء أهلا وسهلا فيكم شرفونا عبد الله ثانك يو خليهم هيك المحل كله سوا قديش حلو نرجع على هلا شو عم تعمل هلا بعمل تابلي بدي احطها على الخشبه اللحمه اللي بتستعملها التابلي لحمه خروف باخذ لها اياها من الفخر بتكون طريه معرقه على الاخر لانه مني بدها يعني ايد حنون لانه في انسان عم ياكل شيء طيب عرفت كيف الخشبة اللي إذا حدا بده يطلبها، الخشبة اللي إذا حدا بده يطلبها في توصل على البيت مثل ما هي.
بس تحطها على الطاوله بتوصل خلصت جاهزه. شو هي شو مكوناتها وشو الفرق بين وحده علمنا شوي. هلا بتجي حسب اختيار الزبون، في ناس بتحبش مثلا يكون فيها سودا، في ناس بتحب يكون فيها سودا. فبالمجمل الريجولر نحن بنسويها سودا وكفتة وكبة وتابلي وفتيلي، هاي الريجولر نحن بنسويها وحسب طلب الزبون الاوزان بيخدنا بيخدها من عندنا. هلا هاي الكفتة، بعد عندي الكبة كمان. انا بدي اللي بتدلها على الدنيا. هلا هاي الكفتة الكبة سوري مدقوقة على الماكينة مشان تكون طرية وطيبة. هلا بحط الفتيلة والسودة حرقنا على وين هي مع شوية لمسات سحرية بالديزاين. هيدي بدها تعمل ضجة على انستغرام، بدها صورها صورة غير شكل. وأهلا وسهلا فيكم. هيدي اول داي بريكفاست، يعني في واحد يتروقها فيتغداها فيتعشاها. بالضبط. هيدي العبد كلها سوا كل النهار. هاي اللمسات الأخيرة بنقولكم صحتين وعافية من الميت ماستر. لا حلو كتير فعلا. بنحط على الطاولة وبتلف لك جريت بنفوت لجوا من الشباك. لكن شو الاوردر اللي عندك هلا شو عم تعمل؟ هلا عندي 4 جبنه عندي 3 زعتر. هيدا قياس كل منقيشكم؟ لا اكيد بدها تكبر هلا على المد. اوكي وكلهم بتنقشهم على الاطراف؟ ايه اكيد. هيدا السيجنتشر؟ يس. عظيم. حلوة ريحة عندك كتير. ايه ريحة العجين كتير فاك.
بتحضرها بتنقشها بترجع بعدين بتمدها شوي اكثر تيصير اجمل مده بالمده بالمده اللي هي بدها اياها مثلا جبنه او الزعتر اوكي بمدها فيها او اللحم حلو هلا نشوف شو عندنا اوردر هون يلا انا محمس شوف كيف بدك تعملهم اوكي 4 3 2 الفرن على طريقه قديمه فرن الحجر يهو سوبر سخن انا بجيب هيك بعد شوي ليك هلا اللحمه ما بتنقش على الطرف لا اكيد بتتركها رقيقه زيت سمكة عجينة لا 90 جرام للعجينه عندنا 90 للحم عجين اي صحيح 140 للمنقوشه للمنقوشه اكيد نحن بندلل المعيشنا يعني كرمال هيك هيدا هي الملحمة مثل ما شايفين صرتوا تشوفوا شفتوا كل التفاصيل behind the scenes كل شيء عم بيصير كل النظافة الموجودة كل هالناس اللي عم تشتغل هون كل العالم اللي بخدمتكم وشو عم تعمل رح قبل ما نخلص نقول له باي لعبد الله لعنفاطي شعليه وإذا عبيتكم حيالله شيء برجع بقلكم كل هالتفاصيل برمي سريعة على البراد ونلتقى في الحلقة اللي بعدها يلي هي مبدئيا ما بعرف إذا غدا أو إذا عشاء شفنا الحمص شفنا كل شيء الناية شفناها البرجر المزبطة كل شيء فريش اسمهم The Meat Master Butcher 0454877777 أكيد follow them on Instagram شجعوهم شوي بعدهم مبلشين وإن شاء الله بيكونوا من فرع يصيروا 10 يلا نشوفكم بعد شوي Goodbye.